أبنائي الأعزاء طلاب الصف السادس، أهلا بيكم في درسنا الجديد البيئة الصناعية الوحدة التانية. إن شاء الله هنتكلم فيها عن الصناعة. يا ترى يعني إيه بيئة صناعية؟ هي المناطق التي يقوم معظم السكان فيها بنشاط الصناعة. خلاص، يبقى هي المناطق التي تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعة. دي معنى البيئة الصناعية. طب معنى الصناعة يعني إيه؟ الصناعة هي تحويل المواد الخام إلى منتجات لسد احتياجات السكان. يبقى أنا معناها إن أنا بعمل منتجات صناعية بإن أنا أحول المواد الخام إلى منتجات عشان أقدر إن أنا ألبي احتياجات السكان. يبقى ما معنى الصناعة؟ هي تحويل المواد الخام إلى منتجات لسد احتياجات السكان. زي مثلا ما أجي أخد القطن بصورته الخام من الأرض الزراعية وابتدي إيه؟ أصنع منه النسيج علشان أصنع منه الملابس. يبقى كده دي إيه؟ صناعة. حولنا المادة الخام لصورة أخرى منتجة أو مصنعة. زي إيه تاني؟ القمح زرعناه وأخدناه يتطحن وبعدين يتحول لدقيق، والدقيق بعد كده حطيناه في أكياس وبعناه في الأسواق. الناس خدته وعملت منه إيه؟ الكيك، وعملت منه المكرونة، وعملنا منه الخبز. يبقى إحنا حولنا المادة الخام إلى منتجات مصنعة. للصناعة يا ولاد عوامل تساعد على قيامها، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية من صنع الله سبحانه وتعالى، أما العوامل البشرية هي من صنع الإنسان. تعالوا نشوف العوامل الطبيعية. واحد هي إيه؟ الموقع الجغرافي. طيب هيجي يقول لك اشرح او دلل للموقع الجغرافي أهمية لإقامة الصناعة. هنقول له ليه؟ حيث يراعى عند بناء المصانع ان تكون بعيدة عن ايه؟ المناطق السكنية. يبقى لما اجي ابني مصنع ما اروحش ابنيه جنب البيوت وجنب المساكن علشان ما يؤثرش على صحة السكان. طيب يبقى هو هيكون بعيد عن المناطق السكنية، بس هيكون قريب من ايه؟ من مصادر المواد الخام ومصادر الطاقة، تمام؟ والأسواق. يبقى انا هقرب من المواد، من اماكن المواد الخام ومصادر الطاقة والأسواق، وهبعد بالمصنع عن ايه؟ هفضل مكانه فين؟ يكون بعيد عن المساكن. يبقى ادي الموقع الجغرافي أثر في اختيار المصنع او مكان المصنع. اتنين، الظروف المناخية يعني المناخ. طيب هنستفيد من المناخ بإيه؟ إن أنا أراعي لما أجي أقيم المصنع اتجاهات الرياح عشان ما حطش المصنع في اتجاه الرياح، بحيث إن الرياح دي تحدف العوادم ناحية المساكن، ناحية الإيه؟ المناطق السكنية. يبقى أنا لازم أبني المصنع وأراعي عند بنائه اتجاه الرياح عشان ما تتجهش هي للايه الادخنه دي الى والملوثات الى المنازل. ثلاثة، المواد الخام. عندي مواد خام ايه؟ زراعيه وحيوانيه ومعدنيه. الزراعيه زي ايه؟ الذره، القمح، القطن، كل دي مواد خام زراعيه الفلاح بيزرعها ويديها لصاحب المصنع يصنع منها المنتجات بتاعته. طيب وفي عندي مواد خام حيوانية زي الجلود، وفي عندي مواد خام معدنية زي الحديد والمنجنيز. يبقى المواد الخام الحيوانية زي الجلود والألبان واللحوم، والمواد الخام المعدنية زي الحديد والمنجنيز، وعندي مواد خام صخرية مثل الرخام اللي بنصنع منه ايه؟ رخامة المطبخ ورخامة الصالونات والأرضيات الرخام. يبقى أنا كل دي مواد خام.
رابع حاجة مصادر الطاقة، سواء كانت طاقة متجددة أو غير متجددة. المتجددة طبعا اللي هي إيه، زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أما الطاقة الغير متجددة يعني اللي بتنفذ زي فحم، بترول، غاز طبيعي. يبقى عندي 3 غير متجددين، يعني بينفذوا وبيخلصوا باستهلاك الإنسان، زي إيه، فحم، بترول، غاز طبيعي. أما الطاقة المتجددة التي لا تنفذ باستهلاك الإنسان مثل الشمس والرياح والمياه، وكل دول مصادر الطاقة مهمين للصناعة. يبقى العوامل الطبيعية اتجمعوا في حرف الميم: ميم موقع، ميم مناخ، ميم مواد خام، ميم مصادر طاقة. نيجي للعوامل البشرية اللي هي ايه بقى؟ أيدي عاملة، رأس المال، وسائل النقل، والسوق. الأيدي العاملة ذات الخبرة، اللي عندها خبرة فنية عشان تقدر تدير المصنع. طيب 2، رأس المال اللي هو هيساعدني في شراء الآلات ودفع أجور العاملين، وعشان أشتري مصادر الطاقة وأشتري المواد الخام وأبني المصنع يبقى لازم رأس مال علشان أعمل أصلا صناعة. 3، النقل والمواصلات. النقل والمواصلات دي مهمة لإيه؟ إن المصنع لازم يبقى له باصات، أتوبيسات يعني تنقل الموظفين للمصنع، ولازم يبقى له وسائل نقل، عربيات نقل كبيرة علشان تنقل إيه؟ المواد الخام من أماكن تواجدها للمصنع، وبعدين تنقل المنتجات من المصنع للأسواق. يبقى وسائل النقل مهمة للصناعة ولا لأ؟ تمام. ولازم يتوفر في مصر شبكة طرق جيدة، وفعلا الشبكة دي أصبحت الآن جيدة جدا وتطابق المواصفات العالمية، سواء يعني للطرق، مواصفات عالمية للطرق، سواء كانت نقل نهري، بحري، بري، جوي. يبقى أنا عندي كل وسائل النقل متوفرة، هي والطرق، والطرق طبعا أصبحت الآن ممهدة. طيب رابع حاجة السوق. السوق يا ولاد نوعين، يا سوق محلي يعني سوق محلية، يا سوق خارجية. السوق المحلية يعني ايه؟ يعني اهل البلد اللي بيطلبوا المنتجات. يعني بنقول مثلا ايه، اما اروح انا السوبر ماركت، اما اروح مول كبير، يبقى انا كده ايه، ده سوق محلي يعني جوه مصر، جوه البلد. لكن السوق الخارجي بره البلاد، يعني انا بتاجر مع الايه، الدول الاجنبية او العربية. اما السوق المحلية يقصد بها طلب السكان المحليين من المنتجات الصناعية، اما السوق الخارجية يقصد بها طلبات الدول الاخرى سواء عربية او اجنبية من المنتجات المصرية. يبقى انا عندي العوامل البشرية كام؟ برضو 4: ايدي عاملة، رأس المال، وسائل النقل، سوق. طبعا ولازم الأيدي العاملة تكون مدربة. نيجي بقى دلوقتي لأهمية الصناعة. يا ترى الصناعة مهمة ليه؟ لأربع أسباب: توفر فرص عمل للشباب وتقضي على البطالة، وبتسد حاجة السكان من المنتجات الصناعية، وتزيد الدخل القومي والعملات الأجنبية، وبترفع مستوى معيشة السكان، بترفع مستواهم الاجتماعي والتعليمي والثقافي، لأن الفلوس اللي بيقبضوها أحسن بكتير أو أكتر من إيه، من أي شغلة تانية، فبيقدروا بيها يحسنوا مستواهم ويتعلموا ويعلموا أولادهم ويعيشوا في مستوى اجتماعي أحسن. يبقى أهمية الصناعة 4: توفر فرص عمل للشباب وتقضي على البطالة، وبتسد حاجة السكان من المنتجات، وبتزيد الدخل القومي والعملات الأجنبية، وترفع المستوى المعيشي والاجتماعي والتعليمي للسكان الثقافي. تعالوا بقى نشوف العلاقة ما بين البيئة الصناعية والبيئة الزراعية، يعني كل بيئة من دول بتدي التاني ايه. مثلا
لو احنا ابتدينا البيئة الزراعية بتقدم للبيئة الصناعية ايه؟ طيب اولا البيئة الزراعية بتوفر لي المواد الخام اللازمة للصناعة زي ما قلنا القطن، القمح، قصب السكر، الذرة. طيب ايه تاني؟ بتوفر لي الايدي العاملة، لان معروف ان البيئة الزراعية عدد سكانها ايه كتير، وده خدناه في الايه في البيئة الزراعية. البيئة الزراعية بيهاجر منها سكانها، فهي الناس اللي بتهاجر دي بتروح البيئة الصناعية تشتغل. يبقى البيئة الزراعية هتمد البيئة الصناعية بإيه؟ بالأيدي العاملة والمواد الخام، وبتمدنا كمان بالمنتجات الغذائية للعاملين في المصنع. يعني إحنا أكيد بناكل منين؟ من اللي الفلاح بينتجه. يبقى البيئة الزراعية بتديني الغذاء وبتديني مواد خام وأيدي عاملة، بتديهم لمين؟ للبيئة الصناعية. طيب دي علاقة، طب علاقة البيئة الصناعية بقى بالبيئة الزراعية، يعني البيئة الصناعية بتدي الزراعية إيه؟ هتديها أول حاجة توفر المنتجات الصناعية لسكان البيئة الزراعية زي الأجهزة الكهربائية. يعني سكان البيئة الصناعية بيدوا البيئة الزراعية الأجهزة الكهربائية زي التلاجات، التلفزيون، الراديو. خلاص ما يقدرش طبعا الفلاح يصنعهم، لكن مين اللي هيصنعهم له؟ المصانع. برافو. طب بتمدهم بإيه تاني؟ بالأسمدة الكيميائية والأدوية. خلاص يبقى البيئة الصناعية بتصنع لهم الأسمدة اللي هم محتاجينها للتربة، وبتديهم الأدوية لو هم عيوا. بتديهم إيه تاني؟ الآلات الزراعية الكبيرة زي الجرار الزراعي مثلا. خلاص ده بيساعد الفلاح كتير جدا في الشغل. وبتدي لهم الآلات الأخرى اللي بتحصد المحصول. يبقى كده الزراعة ابتدت تتطور بفضل البيئة الصناعية. يبقى البيئة الصناعية اديتهم ايه؟ المنتجات المصنعة. خلاص وبتديهم الأجهزة الكهربائية، الأسمدة الكيميائية والأدوية، الآلات الزراعية مثل الجرار الزراعي. كده احنا خلصنا ايه؟ العلاقة ما بين البيئة الزراعية والبيئة الصناعية. تعالوا بقى نشوف خصائص سكان البيئة الصناعية، يا ترى بيتميزوا بإيه؟ أول حاجة ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض الأمية عكس الريف، كان العكس. طيب الاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم، الكلام ده طبعا مش موجود في البيئة الزراعية. البيئة الزراعية الفلاح ما بيهتمش قوي بتعليم الطفل، ممكن الطفل اصلا ما ايه ما يروحش يتعلم وايه ويشتغل مع باباه في الحقل. تمام، يبقى معنى كده ايه؟ ان ده عكسه تماما، ان الناس في سكان البيئة الصناعية بيهتموا بتعليم اطفالهم جدا ورفاهيتهم. يعني مثلا ممكن يشتركوا لهم في رياضة، في النادي، يخرجوهم، يفسحوهم. الكلام ده كله مش متوفر إلا في البيئة الصناعية. إيه تاني من خصائصهم؟ مشاركة المرأة في العمل. 4 المشاركة في النقابات العمالية. النقابة اتفقنا إن هي هيئة مبنى يعني بيدير شؤون مثلا العمال، يبقى فبقول عليهم إيه؟ مشتركين في نقابة مثلا إيه؟ المهندسين أو الصناع. تمام، اللي هم إيه؟ بيراعوا حقوقهم. يبقى الكلام ده مش موجود برضو في البيئة الزراعية. يبقى الاشتراك في النقابات العمالية علشان تراعي مصالح العمال، الاشتراك في المرأة في العمل، اهتمام بتعليم الأطفال وارتفاع التعليم وانخفاض الأمية، كل ده بنقوله إيه؟ خصائص سكان البيئة الصناعية. آدي صورة للمرأة العاملة في البيئة الصناعية، وآدي صورة لتعليم الأطفال في البيئة الصناعية. دلوقتي بقى هناخد عادات وتقاليد البيئة الصناعية، العاملين في البيئة الصناعية. عاداتهم الأول الإيجابية، التعاون بين العاملين في المصنع، احترام مواعيد العمل،
الانتظام في العمل، كل الشغل في البيئة الصناعية بالوقت بالدقيقة، ما ينفعش ان انا اتأخر عن شغلي في المصنع، خلاص كله بالوقت وكله بالايه بالدقائق. يبقى التعاون بينهم في المصنع، احترامهم لمواعيدهم وانتظامهم في العمل، ما ينفعش كل شوية يغيب، ما ينفعش يشتغل بمزاجه، لا هو منتظم في العمل، انتظامه مظبوط تمام. دي كانت العادات الإيجابية. طب تعالوا نشوف العادات السلبية. أول حاجة يا ولاد التدخين داخل المصنع، ودي عادة مش كويسة خالص. 2 ترك المخلفات الصناعية دون معالجة، يعني لما يجي المصنع يلقي مخلفاته يرميها بكل اللي فيها من مواد سامة بدون ما يعالجها علشان ما يضرش الناس، فدي طبعا عيب خطير من عيوب الايه المصانع او البيئة الصناعية. وبكده يا ولاد نكون جينا لنهاية درسنا، وإلى لقاء جديد.